الشنط اللي حطيناها ورا. ايه ايه الشنط الكاري اون. يا بس نسيناها مشكله اكثر. تاداش دعوه. Hi guys, welcome back to another vlog. اليوم عندنا a very exciting itinerary. So أنا وزوجتي رايحين أبها. Yay! Work trip. رايحين أبها ليلة واحدة لأن WBJ راح يفتح فرع بأبها on a mountain. بس apparently كل أبها is on mountains. ما أدري. Isn't that كان في واحدة تقول لنا إن السواقة هناك صعبة لأن it's all up and down. So we'll see how it goes in our Toyota. بس anyways, فرحين أبها for one night. WBJ is taking us there. We're so excited. الحين رايحين المطار. طيارتنا بعد ساعة ونص. ساعة ونص. So we're cutting it short. بس عادي. Yeah. رواء رواء هذه كلمتي الجديدة by the way. رواء رواء حبيتها. رواء. أمس كان عندي event. I was hosting a dinner night at Thaya, a Thai restaurant. فالحين قاعدة نزل stories. هنحط لكم a few clips about it. جاهزين. معانا اللجج وعزيزة. We just landed. الحين رايحين ندور سيارتنا. عزيزة the tourist. I just love it when the plants get there. أشوف. عزيزة learning how to drive all over again. No, it's just the seat. Oh, it looks so good. This is the first thing it goes. Let's see, let's see. Should we put it in the car? Yeah, yeah, yeah. Okay, because it's in the car. Let's go. والجو حلو. خليني اقول لكم على our experience بالطيارة. احنا قعدنا شباك ومدل. يعني سعودي بنت الشباك وانا بالنص. بعدين في واحد اعتقد كان باكستاني ولا؟ اي. اي واحد باكستاني كان قاعد جنبي. طيب. بعدين ورانا سعوديين. فواحد من اللي كانوا قاعدين ورانا هم عيال. راح جا قال انه قاعد اسمع يتكلم مع اصحابه انه راكب وبيقعد جنبهم وبنات. هو تخرى يعني بحياته ما قد شاف بنت شكله. بعدين فجأة قال لي يا سمحتي يا سمحتي لأن راسه كان بيني أنا وسعودة بالضبط داخل معانا. جيت السعودية فرحت قلت له إي ليش؟ لا بس لأني شفتك تكتبين بجوالك بالإنجليزي. هاو كريزي إز ذات؟ طالع بجوالي. فقلت له إي سعودية ولفيت. بعدين راح قال لي اسمحتي هل مضايقكم أبدل معاه أبدل معاه؟ فرحت قلت له انا مو فارقه معاي. هذا تون ولا؟ اي لان ات ذا بوينت واضح ايش اللي قاعد يصير يو نو لايك ستوب ات. فبعدين صار يساله هو انه صديق انه اغير. يا الله بس ليش انك انت اهون انك تقعد جنبي بدل ما هو يقعد جنبي؟ yeah. اي مره مره مره. يو نو واز اولسو جيفينج ريسيزم هيم اسكينج مي اذا انا سعوديه قبل ما يقرر اذا هو اي صح صح صح. Out of nowhere, like no context. فجأة يقول لي وش ما شاء الله وش تخصص؟ Like what part of me gave تخصص؟ قلت له لا تكلمني basically. Okay. The highway here goes from 3 lanes to suddenly 2 lanes. It's just a shock to the system. God, how exciting we're gonna eat WBJ today! إيه صراحة, oh my god, اشتهيت. يعني بالإنجليزي اللي كنت بقوله sorry no I'm not interested. إيه. And sorry I'm not interested to get to know you. إيه. هيك شيء. ما طلعت معي بالعربي طيب. فرحت قلت له معليش بس ما أبي أتكلم معك شكرا. It's giving Google Translate. Aziza's parking. We're reverse parking in a very empty parking lot. Yeah.
تشوف مهاراتك. ياي اوكي الكاميرا كيف يا عزيزه؟ I don't have one in my car. What do That's you mean? That's why تشوفيني طاقه ركبتي زي كذا. Oh my god, it's right in front. انا قاعده It's crazy انك ما انتبهتي. ما انتبهت، مو متعوده. This is crazy. I can park anywhere now. I'm unstoppable. We're on our way. رايحين نتغدى. نروح مطعم اسمه سانسو. Yeah. ونزلنا تيك توك بعد ما قررنا نروح نروح لنزلنا تيك توك لأنه وين نروح وين نروح لحد. قالوا لنا سانسو. Look at the branding على المكان. Cute logo. Ah, how sweet. Prato. بس الصراحة guys I'm not gonna lie. بس شوية فيني استرس وأنا جالس هنا. عشان it's just too much newness. Up down كذا. أي صراحة. Like, look we're high up. Look على يمينك. شوف يمينك. Oh wow. It's so cool though. We're not ground floor. اي ما ادري هذا ولا دخلت بس هو دخلت دخلت على العرس. تيست تست نسيت والله ما قريت. I think it's cheese something. We basically literally just got a deconstructed pizza. اي صراحة nice. The dough is really nice. It does look nice. كنا قاعد نسولف، قاعد أقرأ لها recommendations أماكن نروح لها هنا. وقلت لها في مكان اسمه حنيف. لا you didn't even say حنيف. You were like حنيف. Because I read على بالي سانسو تونير حنيف. I said حنيف ملا. And then I was like ليش بعرف أقرأ؟ حسيت كلها كلمات صعبة. And then she was like, "No, لازم نجربه مرة معروف إن أكل جنوبي، فكتها جنوبي." And she was like, "Yeah, لأن إحنا في الجنوب." And I was like, "Girl, we're not the جنوب. إحنا في الشمال." And then I pulled up Google Maps. واكتشفت إن we're actually بالجنوب. We are. I didn't know this. طب generally in life, what? مين اللي بالجنوب؟ مين اللي بالجنوب؟ نجران. Oh, I don't. Do you know where عسير is? بالشرق. I think caught you. It's like the mom. أبها is in عسير. Oh. أما Alex Fried. Exciting. Aufregend. Wie ist es in What is it like in Munich? Wie ist es in München? Wie ist es in Abha? What is it like in Abha? Nina, kommst du aus? Nina. Do you know that TikTok? No, Shaba. Nina. I feel like it's the three of us. Nina. I'm not gonna lie. Nina. خلينا نكلم ليلي. يلا. Habe eine Frage. Hast du eine Schwester? Einmal noch. Hast du eine Schwester? Nein, ich habe nicht eine Schwester. Ah, du hast keine Schwester. Hast du einen Bruder? Ja, ich habe zwei Brüder. Ah, du hast zwei Brüder. Also, bis bald, ja? Tschüss. Tschüss. Sag es bitte. She asked me if I have sisters, and I said I don't, but I thought she was asking me for a sweater. Because it's Schwester. Shonas. Okay. Yeah. The event is probably wrapping up. We had such a good time. ما قدرنا نصور vlogs or أي شيء زي كذا لأن من جد كان شيء ولا الثاني لازم نصوره. But honestly, one of the best events I've been to. صح؟ إيه صراحة this was really fun. Truly. There's a band. Hey. There's balloons. There's the weather is nice. And we're waiting for burgers and fries. We have our diet cokes. Yum yum. Day 2. Day 2. My guys.
الساعة الحين 2:00 احنا على اساس من الصباح راح نطلع نتفسح راح نسوي تيهي بس نمنا مرة متأخر لنا الساعة 3 و decided ان نروق vacation mood خرابيط فالحين طالعين نروح ناكل حبيت تيك توك امس for recommendations whatever و people were like جربوا صدف راح نروح صدف اكل شعبي modern that's what they said. It was the nicest thing. There's always parking. Everywhere there is parking. Where do people work? Because a place. Oh, Tamimi. Oh, no way. Not that we need one. Just wanted to see where they're at. Where do people shop? We're at Sadaf. Let's have a reveal. Do you want me to open this? Hey, I think in هذه العريكة. It is. Oh my god. محمد should be so proud of us. قاعدين بس نصور تيك توك. How many TikToks have I done? خمسة. And counting. واحدة. Okay, اللي هي park. And then there's a vlog. And then I did a get ready with me for today. And I'm vlogging today. And we did one about what's our job. And now we're doing. And counting. Listen. And we have to do that car trend. The car trend must. Must. جاي من بعيد ترى عشان. أنا جاي من بعيد ترى عشان جاي من أبها. أنا جاي من بعيد عشان هذا. أمس at the WBJ event تعرفت على بنات at a workspace وقالوا لي إن تعالي اليوم وشوف المكان عندهم محاضرات أعمال زي كذا وشفنا المكان what we pay المكاتبنا بالرياض تجيب لنا مكتب مرة كبير عندهم خاص كذا multiple rooms بس anyways اقتنعنا we're gonna open up in أبها ترقبوا. أي honestly. والحين جينا السوق شعبي. Oh my god how cute. كي ابغى اشيل اشياء الجدي لان مره نفسي اروح ابغى و he didn't فابغى اشيله كم شيء فحنحوس نشوف ايش نلقى. فهمتي كبار السن يعني حلاه قليل. اوكي ايوه هذا بس الفرق. طيب علي خلينا نجيب حق كبار السن احنا. هذه مشترياتنا انا وعزيزه رحنا السوق الشعبي سوق الثلاثاء. تعبت قاعد انهس. بنروح قهوة نحتسي القهوة. So we're at ملك وهذا البودينج. We're gonna do a taste test. It's yummy but it's a lot. It's a lot صح؟ واضح عليها. It's like warm on the inside. Really? It's lovely. So أخذت iced tea and أخذت قهوة وأخذنا pudding. Very nice. أجواء لطيفة صراحة كان ودي إني أقعد هناك أكثر. بس we have to go to the airport عشان نرجع سيارة. Excited to go home صراحة بس لازم أرجع. Yeah. It's definitely gonna happen. It's cute. نحتاج tour guide next time. أي مرة حبيت صراحة. يعني قالوا لنا البنات اللي شفناهم في المكتب إن السبب الوحيد إنه زحمة. لأن هذا الخط هو اللي يروح على الخميس مشيط. إيه. فالناس تكون راجعة من دوامات أو رايحة تتفسح ولا whatever you know. فا that's why it gets crowded. تحسين next time نروح خميس مشيط؟ إيه 100% أحس next time نجي ونسوي like أبها tour كذا يومين بعدين تضيعها يوم خميس مشيط ونمشي يوم بعده. إيه صادقة. صح؟ yeah.